بيت من هطول الامطار من الساعه 12 منتصف الليل، الاتصالات والتنسيق مع الاجهزه المعنيه واخطارهم باماكن تجمعات المياه والتعامل معها ودفع خدمات مروريه وتعزيز خدمات للاماكن اللي فيها طوال الليل وحتى الصباح. يعني الامور بدات تتحسن على الشتويه الاولانيه لحد الساعه 4، وكانت يمكن شبه ما يعني تم القضاء على كل التجمعات المياه. شتويه بدات الصبح مره اخرى بدات من 5 ل 6، شتويه اخرى دي اللي كان ليها تاثير كبير على تجمعات المياه، لان كانت طبعا شبكه الصرف الصحي كلها تشبعت وامكانياتها للصرف بقت ضعيفه وبقت محتاجه وقت عشان تصرف الكميات المياه اللي تشبعت فيها. يعني طبعا ما ننكرش ان في مجهود حصل في مناطق معينه لم دي كان يعني شكوى فيها بصفه دائمه، وزي كوبري المنظره زي ما حضراتكم تفضلت وقلت عليها، كوبري المنظره دي كانت مشكله مزمنه بالنسبه لنا كمرور، لانها كانت بتفصل منطقه شرق عن منطقه يعني منطقه المنطقه اللي فوق اللي بعد كوبري المنظره كانت بتتصل تماما، لان هو المحور المروري اللي بيطلع هو يا اما 45 يا اما يعني في اماكن معينه اللي هي بتطلعنا، كنا بنضطر نفضل نحول المرور من 45 ندخله على شارع 45 45، كنا بنقابل برضه بعض التجمعات اللي في داخل نافع 45.